كانت ايه تعليمات قداسة البابا للاباء والرهبان والقساوسة في الكنائس حتى كمان البعيدة وبالذات في الصعيد، لانه الصعيد تعب جامد. ان الوطن اغلى حاجة، لازم نحافظ على الوطن، والوطن مش طوب، الوطن البني ادمين، فالوطن لازم نحافظ على اخواتنا من كل ناحية. فلازم كل واحد يحط كده يعني عقله في راسه ويعرف خلاصه زي ما بيقولوا في الأمثال، وإن إحنا علاقتنا أسمى من إن في حاجة تتهد وحاجة تتحرق، ده كله هيعاد في المستقبل، لكن علاقتي بأخويا دي فوق كل شيء. 30/6 لما حصلت، كتير مننا بالفعل إن لم يكن أغلبنا أو كلنا وكنا نتنفس الصعداء اللي هو ياه. ثم أتى بيان 3/7 بردا وسلاما على قلوبنا وأرواحنا جميعا، هدينا. أنا عن نفسي نزلت على الأرض أبكي واسجد شكر ربنا إنه عدينا. لكن خليني هقول ما قبل بيان 3/7 بضعة أيام، حصلت 30/6 وبعدين ظهر بيان 3/7 وتلاها علينا رئيس الجمهورية آنذاك وزيرا للدفاع. إيه اللي كان بيدور في مؤسسات الدولة ما بين وزارة الدفاع، ما بين الكرازة الكرسي البابوي، ما بين مشيخة الأزهر؟ كيف جلستم؟ كيف تناقشتم؟ أولا كانت العلاقة وما زالت طبعا الحمد لله علاقتنا مع الأزهر وفضيلة الإمام علاقة طيبة للغاية، وبنتابع في الأخبار وفي الجرائد وفي التلفزيون كأن الناس المسؤولة في ناحية والشعب في ناحية خالص. وبعدين قبل 30 يونيو ب12 يوم عرضت على فضيلة الإمام إن احنا نروح نزور الرئيس الدكتور مرسي ونقول له يعني نطمن على حال البلد، ورحنا وقعدنا وكل حاجة. ولما سألنا في آخر القعدة يعني إيه اللي هيحصل تاتي، قال عادي، يوم عادي، المظاهرات في كل حتة، عادي، يوم هيعدي. هو كان شايف إن الموضوع بسيط. دي بقى اللي وضعت في قلبي شخصيا أنا شكل من أشكال الخوف، إن الشخص المسؤول الأول لا يدري ما يحدث في الشارع. دي قمة الخطورة، معناه ان مفيش حاجه بتوصل له سليمه، معناه انه مغيب، معناه اي معاني يعني. فكانت دي نقطه خطر، وانا اعتبرتها في داخلي يعني، ده اعتبار شخصي، ان دي نقطه اللا عوده بقى، يعني ده نهايه الامر، خلاص قضي الامر كما يقولون. ايوه.